السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. ماشي اول مرة تنهضر في هذا الموضوع، هذا الموضوع ديجا كنت هضرت فيه شحال هادي، ولما له من اهمية قررت كذلك انني باش نعود هذه الحلقة هادي. علاش؟ لانه ربما بزاف ديال عباد الله ما وصلهمش هذا الفيديو هذا، وتتمنى انكم تشاركوا هذا الفيديو هذا على اوسع نطاق باش يعني هذه المساله تكون في اخبار الجميع اللي تستافدوا من ريديت وديت الشيطانين على السطح. لكن المشكل اللي كاين هو انه اللي تستافد من ريديت ديت الشيطانين على السطح بطبيعه الحال ما خصوش يخدم في النوار. مؤخرا في باليرمو البوليس كانوا دخلوا لواحد البار او في واحد النادي اللي يعني خدام عادي نورمال عادي، ملي داروا معاه التحقيق وداكشي لقاو بانه يعني تستافد من الريديت ديال تشيطا دي نانسا، وشد في الشهرين، شد تقريبا على ما جا في الخبر اللي قريت في واحد الجريده سميتها توداي اليوم، تقريبا شد 1000 اورو شي حاجه، يعني عنده شي 500 اورو شي حاجه في الشهر تقريبا. المهم تقاضى ديجا شهرين، يلاه خدا شهرين خدا فيها 1000 اورو شي حاجه. البار كذلك نزلوا عليه بدائره، سدوا لي حيدوا لي لا ليشينس، ماشي سدوا لي ولكن حيدوا لي لا ليشينس ديال البار. مول البار عنده تقريبا شي 59 سنه، حيدوا لي ليشينس. ذاك النادي الكامارييري حيدوا لي ديك الكارطه حتى هي. وبطبيعه الحال راه يعني المسائل ما تلعبوش، يعني راه غادي يتابعوا قضائيا كذلك، لان المساله فيها يعني درتي معاهم فوربو، تنقولوا درتي العياقه دارجه مغربيه، ذلك يعني حيدوا لي الكارطه وغتكون عنده متابعه قضائيه. وصاحب يعني حتى المشغل تا هو راه بالنسبه لي تا هو راه مساله يعني راه صعيبه، هو السيد دابا حيدوا لي تا هو ليشينسا. غنخلي لكم قصصات من هذا الخبر هذا. درت هذه الحلقه هذه خوتي غير باش يعني تكون في علم الجميع وتاخذوا الحذر ديالكم من هذه المساله هذه، اللي خدام في النوار يحذي راساتو، لان راه كاين بحث، كاين يعني من ناحيه لا الكارابينيري ولا البوليس ولا الفينانس كما تعرفوا راه قايمين يعني بالبحث في هذه المساله هذه بالخصوص، تقلبوا على الناس اللي تستافدوا من ريديت وديت شي تادينانس وفي نفس الوقت يعني تخدموا في النوار. كانت هذه الحلقه هذه بعجاله يعني باش نحذركم اخواني من هذه المساله هذه وتحذيروا رؤوسكم. هذا مكان نتمنى كذلك انكم تنشروا الفيديو هذا، واللي ما مشتركش في القناه ينضم للعائله ديالنا. وفي الاخير ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.